فوالا هادي قال لك واخا تنتصلوا ما بقاوش يتصلوا، بقى داك الشيء مقفول. تنعيط لهم ما تيجاوبوش، اش خاصك دير؟ خاص تمشي باش ليبيري اللعاب. دفعنا الملف ديالو، الجامعه صيفطت لهم باش يليبيري، وصيفطوا لهم قال لهم تخلصوا لي هاد الفلوس ديالو، فيها شي 145 حيت البريمات ما حسبوهمش، هو راه عنده الحق فيهم. وهذاك الشيء هما جاوبوهم برساله ليميل، في ليميل قميه، وصيفطوها الامير الجامعه، مكتوبه فيها بانه راه امير خدا المستحقات ديالو كله، ما هادشي راه كذوب. والرساله كاينه، ليميل من الجامعه، الجواب ديال فريق الرجاء للجامعه بان هذاك وقت فلوس وهذه وهذه. امير كنت موصيه انايا يلعب في الرجاء ولا غيرها، ولا لعاب تنتلاقى معاه تنصحو نقول ليه ديما لي شيك عطاتك فرقه دير لهم كوبي رولفي د البنكا، خلي عندك، خلي تراس كلشي يكون عندك، وداك الشيء باش ما تضيع ما تعرفاش كاين، ما تدوخ ما حتى شي حاجه. فعلا داك الشيء اللي دار، دا الملف ديالو عطاه للجامعه، الجامعه صيفطوا لهم ليبيرو، عطاو الحريه ديالو. بقى 3 ايام اتصلت انا بدريس حنيفه رئيس ديال الكوكب، طلبتو لي نبقاش الوقت فين غادي يمشي. بقى 3 ايام هضر مع الحيمر، قال لي راه امير راه مزيان وداك الشيء، قال لي هادي، قال لي غادي نسيني ولي راه غادي يجي وهادي وهادي. ديك الساعه يتقاتل على بلاصتو وهادي، هي هادي. قال لي تخلصوا الفلوس. ملي مشى هو الكوكب شحال هادي باش مشى؟ هذاك العام العام كامل ما كاين لا تليفون، ما تيهضروا ما تيعيطوا، اجي نسويو هاد المسائل. حتى هادي تقريبا دابا شهور ولا 7 شهور تلاقيت مع عبد الله ابراهيمي في الجامعه، كان عندهم اجتماع ديال قبل التوقيف ديالو، كان عندهم اجتماع ديال العصبه الاحترافيه. جيت نهضر معاه، قال لي مصطفى، قلت ليه ما تتعيطوا ما والو، ونصيفطوا ميساجات، وعندي داكشي مكتوب، حتى الميساجات اللي كنت نصيفط لهذاك بودريقه حتى هما راه مكتوبين باش ليبيري السيد وهذا رود الفرقه وحشومه. ديروا بحال ولدك، حتى السي عبد الله ديروا بحال ولدك، ما يمكنش التصرفات يكونوا بحال كويه.